نفس واحدة، والنفس هي ما يتكون من التقاء الروح بالجسد. فكانت أول نفس مكرمة نفخ فيها الروح هو أبونا آدم عليه السلام، لكن أول روح خلقت على الإطلاق هي روح نبيك صلى الله عليه وسلم. روح بلا نفس لأنها ليست لها تعلق بجسد، عندما خلقت خلقت روح لطيفة عرفها بنفسه، بل نبأها في حال روحانيته وأرسلها للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكل العوالم استمدت من هذه الرحمة التي انتشرت في كل العوالم، تعطي كل عالم ما يصلحه، وتعطي كل عالم ما يهديه، فهي مظهر الربوبية في الأكوان. والربوبية هي العناية والرعاية والخلق والإيجاد. ثم نبأها وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، بغير واسطة، أتيت القرآن بغير واسطة، حال روحانيتها ليست نفس بعد، هي روح لطيفة سارية في سائر الأكوان، إذ لو خلا منها كون اختفى وعاد عدم كما كان. فلما تلقى هذه النبوة، تلقى القرآن، ثبتت النبوة، كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، قبل نفخ روح فيه، قبل أن تخلق هذه النفس كان هناك نبي، وهذا النبي هي الروح المحمدية. الرحمن علم القرآن قبل خلق الإنسان وقبل أن يعلمه البيان، علم لمن ولم تخلق نفس بعد؟ علم هذه الروح بقوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ثم خلق الإنسان، أول نفس أبونا آدم، نفخ فيه من روحه، وهذه الروح المنفوخة منبثقة من الروح الأصلية، فآدم من حيث روحانيته ابن هذه الروح، وسيدنا محمد من حيث جسديته ابن آدم، فهو أب وابن في آن واحد. فهو آدم آدم لأنه أول ما خلق الله، فإذا كان آدم هو رمز الأولية فهو آدم آدم، بل هو آدم الأكوان. هذا من حيث الروحانية. أما من حيث النفسية، فالنفس لا تتكون إلا من التقاء الكثيف مع اللطيف، فالروح لطيف والجسد كثيف، فإذا التقى الكثيف مع اللطيف نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهذه هي النفس الأولى، نفس أبينا آدم، حملت في طياتها شعاع من الروح المحمدية التي سوف تكون في عالم الذر تمثل سيدنا محمد في عالم الأجساد. فهو من حيث روحانيته الوالد، ومن حيث جسديته المولود الولد، فأقسم بالوالد والولد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. والقسم هنا كله موجه الوالد الروحانية المحمدية، والولد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، فأقسم به لجلاله وعظمته وجماله وكماله، لأنه جعله رسول الله، ولابد إذا كان الله كاملا أن يكون رسوله فيه بعض هذه الصفات، لأن لابد أن يكون من أرسل الملك، إذا أرسل رسول لابد أن يرسله على صورته من الحكمة ومن الذكاء ومن الفطنة ومن الصلاحيات في تنفيذ وتدبير مراد الملك. فأعطى هذا الملك سبحانه وتعالى هذا الرسول هذه الصلاحيات، فجعله رسوله للأكوان، فهو رسول الله
يا أيها الناس، الكلام موجه لكل الناس، يدخل فيهم أبونا آدم، يدخل فيهم كل من تحرك على الأرض عاقلا مكلفا، فيدخل في الضمن الجن لأنهم عقلاء مكلفون. لفظ عام، يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. لا تصلح هذه هذا النداء من أي نبي غير سيدنا محمد ولا من أي رسول إلا هو. كل نبي كان يبعث لقومه خاصة وبعثت للناس عامة. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ثم يعرفهم بالذي أرسله وخصائصه حتى يعلمهم أن الله خصه بمثل هذه الخصائص في الأكوان. رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وملكني السماوات والأرض، مفتاح الجنة بيده، يوم القيامة ملكه لا يتصرف فيه إلا بإذنه، هو أول شافع أول مشفع أول من يحكم. الدنيا أوتي مفاتيحها، مفاتيح خزائن الدنيا أوتيها صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي تسأل عنه في عالم البرزخ، بل هو مفتاحك لباب البرزخ، إذا دخلت القبر ماذا تقول في هذا الرجل؟ الكل يسأل في كل الأمم، فهو مسؤول عنه في قبر كل مقبور من لدن أبيه آدم، ماذا تقول في هذا الرجل؟ والنبي يقول ما من نبي أرسل لقومه إلا بشر بي وحذر من الدجال. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، فأنا رسول الملك، فأنا ملك لا إله إلا هو، فهو رسول من لا شريك له، وبالتالي هو لا شريك له في خصائصه من الخلق. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فكما أنه يحيي ويميت فأنا رسول المحيي المميت، فيحيي بي القلوب ويميت بي القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فهو رسول هذه الخصائص كلها، رسول الله. ولك أن تجعل مكان لفظ الجلالة الله جميع الأسماء الحسنى لله، فهو رسول كل اسم، رسول الرازق فلا رزق إلا من خلاله، رسول الكريم فلا كرم إلا من خلاله، رسول الرحيم فلا رحمة إلا من خلاله، رسول الرحمن، رسول الملك، رسول القدوس، رسول المعطي، رسول المانع، رسول النافع، رسول الضار، رسول الهادي، رسول المضل، رسول القهار، رسول الجبار، رسول رب العالمين بكل أسمائه وصفاته وأفعاله، فلا فعل ولا حركة ولا سكون ولا شيء إلا وهو رسول الله فيه، فيقول إنما أنا قاسم والله يعطي. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وقد ملكني، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لماذا؟ لأنه رسول الهادي، فهو عبد الهادي، فإذا أريت الهداية أمشي خلف عبدي عبد الهادي يعطيك قسمتك من الهداية، لأنه هو رسول كل الأسماء، فحيثما أردت أي اسم أن يتجلى عليك فتمسك به يأتيك مقتضيات هذا الاسم، فهو رسول، فهو عبد الله وعبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الملك، عبد القدوس، وهكذا إلى آخر أسماء الله الحسنى، فهو رسول كل هذه الأسماء إلى الأكوان، ولا يخلو ذرة في الأكوان إلا وأسماء الله فاعلة فيها، وبالتالي لا يوجد ذرة في الأكوان إلا ورسول الله واسطة وصول مراد الله منها وفيها صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هل له شريك في مثل هذه الخصائص من أول القرآن إلى آخره مع مخلوق آخر، ملك مقرب أو نبي مرسل؟
لا يوجد له شريك. هذه الآيات خاصة به، لا تصلح إلا له وبه صلى الله عليه وآله وسلم. هل له شريك في آية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ هو واحد، فهو العبد الواحد المراد، جمع فيه الله في مراداته كلها. فلما كان مرادات الله أن يخلقنا منا كافر ومؤمن، فجمع في عبده الواحد الكفر والإيمان، فمن آمن به صار مؤمن، ومن أنكره صار كافر، فاجتمع فيه كل مرادات الله في الأكوان، تفرقت في غيره، فهو مجموع مراد الله في الأكوان. ثم بينها بعد ذلك في الأكوان بتفاصيلها التي تراها والتي لا تنتهي من تجليات الله في الكون، في كل لحظة تجليات لا تنتهي ولا يدرك مقامها، بل كلما نظرت إلى كون ودققت فيه وجدته أنه مكون من أكوان. فإذا دخلت لأحد هذه الأكوان وجدتها أنها مكونة من أكوان. وجدوا الذرة في أول هذا القرن فقالوا وجدنا أصغر شيء، الحمد لله. دخلوا في الذرة وجدوا أنها مكونة من أكوان عديدة وليست كون واحد. ثم هذه الأكوان العجيبة لها تصرفات متعددة، هناك من يوجهها، تحتاج إلى التوجيه، ولابد أن تتوجه برقيب. حتى أن الإلكترون أرادوا أن يبحثوا هل الإلكترون هو موجة ولا جسم كتلة، فوجدوه أنه يتسرب بتصرف يدل على أنه كتلة أحيانا، وبتصرف يدل على أنه موجة أحيانا. إذا جعلته تحت الرقابة تصرف أنه كتلة، يخرج من خط واحد مستقيم، وإذا تركت الرقابة وجدته يتحرك بطريقة عشوائية كالموجة، فهناك رقيب يوجهه حتى يسير في الطريق المستقيم، حتى يظهر لك من خلال هذا الإلكترون وهو الصغير. وظنوا أن الإلكترون هو أصغر ما في الذرة، اتضح أن الإلكترون مكون أيضا من أشياء غريبة صغيرة داخله. فكلما كشف لك عالم وجدت أنه مكون من عوالم، فإذا دخلت إلى أحد هذه العوالم وجدت أنها مكونة من عوالم إلى ما لا نهاية في الصغر وإلى ما لا نهاية في الكبر. ورسولك صلى الله عليه وسلم هو رسول الله في كل هذه العوالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل له مثيل في الخلق؟ لا مثيل له في الخلق. فهذا الذي لا مثيل له في الخلق ولا في النبوة ولا في الرسالة هو رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أخرنا ليكرمنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ لأنكم أتباع خير مخلوق خلقته، لم أشارك أحد في الخلق ما أعطيته من خصائص وفضائل. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولما كان رسول الله هو رسول الله في كل ذرة في العوالم وفي كل عالم، مهما دق أو كثر ومهما تعدد أو تفرد فهو رسول الله في كل ذلك كله، فهو شاهد على كل الكون. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد؟ والشهيد لابد أن يكون حاضر، ولابد أن يكون فاهم، ولابد أن يكون عاقل، ولابد أن يكون ذاكر. كل هذا فيه، عقل كل شيء في الكون وذكر كل شيء في الكون، وليس في كون واحد بل في كل الأكوان. انظر إلى خصائص هذا الحبيب، كيف هذا الحبيب، كيف كان باطنه وهو يقف في القبلة يا أم الناس، كيف كان باطنه، كيف كانت عينه، يرى الجنة في محرابه، يرى النار في محرابه، يرى الملائكة ويكلمها، ويرى الجن ويكلمهم، ويرى الإنس ويكلمهم، ويرى النبات ويكلمه، والجماد ويكلمه. أي رسول هذا؟ ثم يعيش معنا متزنا غير مشوشا بالرغم هذا التشويش الهائل ثبته الله. وأنت لو كشف لك ذرة مما كان يراه النبي والنبي يرى كل هذا لن شغلت عن صلاتك وعن قراءتك وعن نفسك وعن أحوالك ولا بهت، ولكن ما زاغ البصر وما طغى. فسبحان من ثبته، وسبحان من أعطاه هذا الوجدان رابط الجأش، مهما رأى لا يندهش، ومهما كشف له لا ينسى ما أراد الله أن يبلغه للناس.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأنا لو أعطيتك أمانة ورسالة شفهية توصلها لأحد وأنت في طريقك كشف لك ذرة مما كشف للنبي، لنسيت كل ما أرسلت به من شدة اندهاشك وسعة. ولكن هذا الرسول لا ينسى، سنقرئك فلا تنسى. انظر إلى خصائص هذا الحبيب في القرآن، حتى لا تكلم جاهل بحديث فيقول هذا حديث ضعيف. يكفينا القرآن في فضائل الحبيب. ولكن كثير من الناس يقول أشهد أن محمد رسول الله، ولا يدرك مغزى وعمق رسول الله فيها. فكلما اتسعت الأكوان اتسعت دائرة رسالته صلى الله عليه وسلم، وإنا لموسعون، فرسالته ما زالت متسعة، تسع الكون كلما اتسع. هناك من النجوم ما يصل ضوءه إليك بعد مئات السنين الضوئية يصل إلى عينك، كون واسع. حتى أنه بالحسابات قالوا أن قطر الكون المعلوم الآن 93 مليار سنة ضوئية، يعني الضوء يسافر 93 مليار والمليار ألف مليون سنة بسرعة الضوء حتى يقطع قطر هذا الكون. ورسول الله في هذا الكون الواسع هو رسول الله سيدنا محمد، لأنه عبد الواسع. كما أن الله يقول وسعت رحمتي كل شيء، فرسول الله وسع كل شيء. هكذا حبيبك، فهو عبد الواسع. وإنا لموسعون، فرسالته ليس محدودة كما تظن، بل في كل لحظة رسالته تتسع باتساع الكون، وخصائصه تتسع، يغنيه ليتسع فيمد. وهذا سر أن الله يصلي عليه، يصلي عليه يمده يغنيه حتى يكفي الأكوان فيكون قاسم لكل كون. لكل كون القاسم فيه هو هذا النبي، من حيث روحانيته لا من حيث الجسد المحمدي الذي ولد عام الفيل ومات بعد 63 سنة. هذا هو الإنسان المحمدي الذي يفتقر للروح المحمدية كسائر الأجساد تفتقر. لا يدخل أحدكم الجنة إلا أن يتغمد الله برحمته. قالوا حتى أنت يا رسول الله، بصفته الشخص المحمدي. قال حتى أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. فالرحمة المحمدية أوسع من الشخص المحمدي، ولكن سبحان الذي جعل الواسع في هذا الشخص. ولذا وقف أحد الأولياء أمام القبر الشريف وهو يعلم النبي بهذا المعنى الواسع، قال سبحان الله، أكل محمد في هذا؟ كل محمد الواسع الأكوان دي كلها في هذا القبر، لأنه أدرك عبد الواسع، معنى عبد الواسع. هو كما وسع الأكوان وسع جسده، وجسده جزء من الأكوان وهو وسع الأكوان. هو السر الساري كما قال سيدي أبو الحسن الشاذلي، السر الساري في سائر الأسماء والصفات. السر الساري أي رسول كل اسم ليظهر أثره في الأكوان، فهو رسول كل اسم ليظهر أثره في الأكوان. فلك أن تفخر كل الفخر أنك تنتمي إليه، وأنه جاء ليكلمك، وأن صلاتك عليه تعرض عليه، وأن اسمك يذكر في حضرته. فلا فخر بعد هذا الفخر. أنت لو ذكر اسمك في حضرة ملك من ملوك الدنيا تتيه فخرا، وتجمع الجيران والأصدقاء وتقول ذكرت في مجلس الملك فلان، فما بالك تذكر في حضرة سيد الأكوان، وليس الدنيا، الأكوان. فما يوجد فخر لمسلم كفخره بانتمائه للحبيب صلى الله عليه وسلم. فهو فخرنا وهو عزنا. ولذا من أسماء عز العرب، عز الخلق، عز الحق صلى الله عليه وسلم، بل هو مصدر عزنا
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فما وصلت العزة من الله إلا من خلال برزخية رسوله، فنحن نقف بجواره وهو بجوار مولاه، يستمد ليمد. وهو رسوله السلام، ما من أسماء الله السلام، فلا سلامة في الأكوان إلا من خلاله، ونحن نقول ذلك في الصلاة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أي أن كل السلامة التي قسمتها للأكوان عليك يا حبيبي. فماذا قال الحبيب؟ قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أخذها وقسمها. فما من سلام جاء للأكوان إلا من خلال قسمته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الأمر كذلك، هل تنسى لحظة؟ أنت لا تتنفس ولا تطرف لك عين ولا تبلع ريق ولا تتحرك حركة ولا تسكن سكون ولا تشرب شربة ولا تطعم طعمة إلا من يده الشريفة، من يد روحانيته وقسمته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شيء إلا وهو به منوط في كل عروج وهبوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط.